تتذكروا المرة الماضية حكينا عن النوعين؟ هلا two types of mobile robots. حكينا في تايب بسيط جدا وبينهم في سبيكتروم. النوع البسيط جدا هو على فكرة بيشبه النوع اللي ببنوه كتير من الطلاب. إذا عمركم شفتوا طالب الطلاب أو إذا أنتوا بنيتوا إشي، بيجيب موبايل روبوت، بيجيب سيارة من هدول الهوبي كارز بفك عليها كل الأشياء الثانية وبحط عليها بيك مايكرو كنترولر، بعدين بحط 2 ألتراسونيك سنسرز، مزبوط؟ مش هيك معظم الطلاب بيعمل؟ بحط واحدة من هاي الجهة، واحدة فرضة من هاي الجهة، أو إذا كنا بده يتفنن بحط 6. هلا بتصير الإشارة حسب الإشارة اللي بتجي من هاي وبتجي من هاي بصير يقرر يعمل ستيرينج، مزبوط؟ هذا نوع من النوع البسيط اللي هو يعني سنس اند اكت، ما فيش بلانينج، ما فيش ماب. حتى كمان الحقيقة فيش جول، فيش جول واضح، وبس رح اقول له امشي للامام وتجنب الاوبستكلز، ما فيش جول واضح وين بده يروح. لكن هاي السياسة احيانا بتحل مشاكل معينة، ممكن تحل وتوصلني لمكان معين. فبكون مثلا الطالب عامل مثلا مجموعة اوبستكلز زي هيك، هو بيمسك الروبوت بيحطه هون، بحط الالتراسونيك سنسر هون، الالتراسونيك سنسر هون، وهذه رينج ديتكتر مش بروكسيميتي ديتكتر. رينج ديتكتر يعني بتقيس المسافة هون والمسافة هون، فهو عنده فهو بده يحاول يخلي المسافة هاي مساوية للمسافة هاي ويخلي الفيلوسيتي تبعته كونستانت. وين بوصل في الآخر؟ هو الباث رح يوصل، ما فيش عنده هو بلان، ورح يمشي بهذا الاتجاه وفي كونستانت، وهو بده يحاول يخلي المسافة هاي والمسافة هاي متساوية بتغيير ستيرنج، وحتى يمكن في ما يغيرها. هذه بلان. هلا هاي موجوده في الطبيعه في الانسكتس والنحل، بتبع سياسه بسيطه جدا زي بتشوفوها كمان في السوورم لما يكون مجموعه، عمركم شفتوا هدول مجموعه الطيور الكثيره اللي تكون ماشيه مع بعض؟ هذه ماشيه على مبادئ بسيطه جدا، كل اللي بيعمله هو بتطلع على الطير، بتطلع على اللي حواليه، ما بتطلع على السرب كله ولا عنده بلان واضحه، في قائد للسرب بمشيه. فبتلاقي السوورم هذا او المجموعه هدول مع بعض، واحد منهم بيتبع رولز بسيطه جدا، بتطلع مين اللي جنبه، مين اللي جنبه، مين اللي جنبه على اساس هو، بس بتلاقي السرب كله لما بيتحرك، عمركم شفتوا الصوره هاي الفيديو؟ بتلاقي يتحرك كانه مع بعض. هذه هون فيري سمبل رولز، واحيانا هذا بحل مشكله، ما في مشكله، مش معناه انه هو بسيط انه هو سيء، في تاسكس معينه بس تعمل هذا فيها. لكن النوع هذا اللي هو ماب أو بكون مثلاً coordinate based، هلا هون لازم نعمل plan مع السنس، فعندي sense plan act. هلا مش معناه إنه بس في نوعين، في أعداد كبيرة من النوع أنواع بين هدول التنين النوعين الموجودين هون، وهاي من الطبيعة بيمثلها مثلاً إذا بدنا نأخذ مثال على حيوانات الثدييات مثلاً. فالثدييات عنده في عنده جول معين، في عنده تارجت معين، وبيحط بلان حتى يوصل لهذا التارجت، وبعدين في عنده اوبستكلز وهذا وبيحطه، بيعرف هو وين موجود، في شيء اسمه لوكاليزيشن، بيعرف هو وين موجود، بيعرف التارجت تبعه وين هو، بعدين بحط بلان كيف يوصل لهذا التارجت. هذا صار اعقد انواع الموبايل روبوت. هذا قليل من الطلاب، انا ما عمري شفت مشروع طلاب يعملوا زي هيك. عمركم شفتوه؟ بس الروبوتس المتقدمه لما بتصير هاي اذا بتسمع التشالنج اللي بصير باريزونا ديزرت، ايش في تشالنج روبوتكس بصير بدك توصل لمكان معين، لازم يكون عندك بلان، لازم يكون عندك ماب، لازم تضلك تعمل ابديت لمكانك وين انت موجود. وطبعا هذا رح يكون في خطا وفي انسرتينتي، وكل ما بيجيك شيء سنس من اللي حواليك بتعدل البلان تبعتك، بتعدل الماب تبعتك، وبتعدل البوزيشن تبعك. اذا هذول هم النوعين الرئيسيين اللي موجودين واللي شفناهم المره الجايه، شفنا المره الماضيه شفنا إلسي ذا تورتويس كانت بس تطلع على الضوء وتروح باتجاه الضوء وتقارن، تطلع على السنسر اللي موجود على اساس السنسر تنتقل. كان الثاني في بداخله لوجيك يعالج اللوجيك ويطلع ويشوف هو وين موجود. اذا بدنا ترو اوتونوماس روبوت وعنده جول معين وتاسك معينه لازم يكون من نوع البلان. اذا تعريف، في كان التعريف الاصلي راجع التعريف الاصلي للروبوتك للروبوت. اذا جول اورينتد ماشين. لذلك احيانا في بعض مناقشات مشاريع التخرج بيجي طالب احد الاسئله الرئيسيه اللي بنسالها من المناقش ايش؟ شو الجول تبعك؟ ايش الجول تبعك؟
الجول تبعك مش انك انك تبني روبوت وتحركه، شو الجول تبعك؟ ايش اللي بدك تحققه؟ اذا لازم يكون في عندي جول، جول اورينتد ماشين ذات سنسز. هلا السنسز ممكن يكون جي بي اس، ممكن يكون سنسرز، واذا بتتذكروا البيزيان اللي حكينا عنها بماده الارتفيشال انتليجنس اللي اخذ ماده الارتفيشال انتليجنس، بطلع انا على المحيط تبعي باخذ من السنسنج، وفي عندي لوجيكال معين بعمل ابديت بخفف الانسرتينتي اللي عندي بيست على الاشياء اللي جبتها من الخارج. سنسز بلانز اند اكتس، لازم يكون في اكتنج ولازم يكون في سنسنج. البلانينج مش موجود هون، البلانينج موجود هون. اذا هون في بلانينج وفيش بلانينج في هذا الروبوت اللي موجود. اوكي.